ينضم إلينا من طبرق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي. أستاذ فتحي مرحبا بك معنا. إذن بداية لو تطلعنا على تفاصيل وصيغة المشروع اللي وافق عليه مجلس النواب وأحاله للجنة التشريعية والدستورية من نقاط ومن مواد. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وبالسادة والسيدات مشاهدي قناة أهلا بك. قانون انتخاب رئيس للبلاد، هذا القانون يعني أخذ العديد من الجلسات حول مواده، وذلك بالنقاش وبإبداء الرأي والملاحظات، وانتهى اليوم مجلس النواب بالموافقة على هذا القانون، وهو اختيار رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب الليبي. هذا القانون طبعا تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لصياغة كل الملاحظات التي أبديت اليوم، وعلى أن يكون القانون جاهزا للانتهاء منه في الجلسة القادمة. هو طبعا تمت الموافقة عليه يعني الآن أصبح قانون هذا، ولكن ضروري أن تصيغ اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لتكون صياغة يعني تتماشى والقوانين والدساتير المعمول بها في البلاد. فالقانون الآن أصبح يعني موافق عليه من مجلس النواب بجلسة هذا اليوم. طيب هل توضح لنا أستاذ فتحي مما جاء في هذا القانون أو مشروع القانون من شروط للترشح؟ والله هي طبعا الشروط كثيرة، يعني شروط الترشح أولا أن يكون ليبيا، طبعا معي أنا هذا القانون، يعني ضد كل ليبيا، الجنسية يحمل الجنسية الليبية بالدرجة الأولى، يحمل مؤهلا جامعيا، يكون مدفوعا بعدد حوالي 5000 مواطن ليبي يعني يدفع به إلى الانتخاب ليسجل من ضمن المنتخبين لرئاسة الدولة الليبية، على أن يكون برضو من يعني يشترط أن يكون ليبيا مسلما من أبوي ليبيين مسلمين، أن يكون ليبيا. بالتالي ليس هناك ازدواجية للجنسية. لا 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 هذا 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 لا يوجد. طيب في مسألة اللي كان يدفع بها وتدفع بها أطراف، مسألة مساعي لمنع ترشح شخص ذي منصب عسكري، وأيضا ضرورة استقالته من عدم استقالته قبل الترشح، هل تم حسمها؟ طبعا تم حسمها، أما بالنسبة للجنسية ضروري يكون ليبيا، لا تكون لديه جنسية أخرى. هذا أمر انتهى منه مجلس النواب في نقاشه حول الجنسية. أما فيما يخص تولي المناصب، يعني هناك من هم موجودين في مناصب لو تقدموا إلى الانتخابات الرئاسية عليهم أن يقدموا استقالاتهم من المناصب التي هم فيها، وله حق الرجوع في حالة لم يوفق في عملية انتخابه كرئيس مهما يكون يعني أي واحد. طيب ولكن أستاذ فتحي اعذرني، يعني ألن يقول جانب مهم من الليبيين أنه هذا القانون فصل على القياس، يعني إذا مرر في مجلس النواب هل يمرر سياسيا؟ لا لا لا، مجلس النواب اليوم من خلال نقاشه لهذا القانون وقف على مسافة واحدة من الجميع، يعني القانون صدر يكاد أن يكون فيه توافق ما بين كل الأطراف الموجودة في مجلس النواب، وتمثل أطراف يعني عديدة في ليبيا، توافقوا على هذا القانون لأنه يلبي رغبات الجميع، ما فيش إقصاء لحد، ما فيش إبعاد لحد، ما فيش يعني أن يكون على مقاس شخصية معينة، بالعكس أي شخصية كانت تريد أن تتقدم إلى هذه الانتخابات بالإمكان أن يلبي هذه الشروط اللي هي موجودة في هذا القانون. المهمة فيه جداً هو أن يكون صاحب جنسية واحدة يعني ليبي، يعني مش أقول عنده جنسية أخرى من أي دولة ثانية، أو كذلك عملية المناصب، أي 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 أي, أي مواطن ليبي في منصب عالي في الدولة الليبية يقدم استقالته قبل الانتخابات، ويحق له الرجوع والعودة إلى محل فشل حظ
كأنه يكون رئيس للدولة. طيب، ولكن أليس من شأن مثل هذه الخطوة، البعض قد يقول لأنه ستكون أو تمهيد لأن تكون قاعدة دستورية بالنسبة للانتخابات المقبلة، تقطع الطريق على ملتقى الحوار، على مساعي البعثة، ومن شأنها أن تزيد من الهوة القائمة حاليا مع بقية الأطراف ومع على سبيل المثال المجلس الأعلى للدولة؟ لا سيدتي الكريمة، طبعا إصدار القوانين هي من اختصاص مجلس النواب، هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، يعني وفق الدستور وفق القوانين يعني السائدة في الدولة الليبية. لجنة الحوار وجدت من أجل التوفيق ما بين الأطراف الليبية. اليوم مجلس النواب أصدر قانونا لانتخاب الرئيس. لجنة الحوار ربما يعني ستقدم تسهيل وإعانة لتطبيق هذا القانون لأنها تمثل أطراف مجلس النواب، يعني لملم نفسه وأتوا الأعضاء ولهم أكثر من 4 أو 5 جلسات يتناقشون حول هذا القانون، واليوم وصلوا إلى صياغة متفق عليها تكاد أنها تكون بالإجماع، وأنت